إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. تعذر على كل من حميد أحداد وزهير المترجي إكمال الحصة التدريبية التي أجراها فريق الوداد الرياضي الأربعاء 5 يوليو 2023، وغادر اللاعبان الحصة التدريبية بسبب الإصابة، إذ فضل الطاقم الطبي إراحتهما تفاديا لتفاقم إصابتهما، وسيحاول الطاقم الطبي إعداد اللاعبين ليكونا جاهزين لخوض مباراة الديربي أمام الرجاء، علما أن الإصابة تهددهما بالغياب عن مواجهة المرتقبة. وكان زهير المترجي قد أصيب أيضا في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ورغم الإصابة شارك في المباراة الإياب، وتعتبر الإصابة العدو الأول لحميد أحداد، تعرض لها أكثر من مرة رفقة الوداد ما حال دون مشاركته في مباريات مهمة مع النادي الأحمر. ويعاني محمد أونجم أيضا من الإصابة ما يحول دون مشاركته في التدريب حاليا رفقة المجموعة الودادية، ويواصل فريق الوداد الرياضي تدريبه استعدادا لمباراة الرجاء المقرر إجراؤها الأحد المقبل في مركب محمد الخامس للحسم في المتأهل لنهائي كأس العرش. يشار إلى أن فريق الوداد الرياضي ضمن المشاركة في عصبة الأبطال بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب خلف الجيش الملكي، فيما احتل الرجاء المركز الخامس، ويسعى للفوز بكأس العرش لضمان المشاركة في كأس الكاف. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.